أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة كل يوم ثقافة. ابتعد عن هذه الحركة فقد تسبب لك الشلل بسهولة سريعا. هناك أشخاص مع أول وهلة للشعور بوجود ألم في الرقبة فإنهم يلجؤون إلى طقطقتها، غير أن هذه الحركة قد تكون سببا في قطع الحبل الشوكي على الفور، وبالطبع تكون سببا في الشلل الفوري. العلاقة بين الطقطقة والجلطة. يقول أخصائي الأعصاب الدكتور ويد سميث العامل في أشهر المستشفيات في جامعة كاليفورنيا، من أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بالشلل حدوث تمزق في أحد شرايين الرقبة، حيث أن هذه الشرايين ترتبط ارتباطا وثيقا بالدماغ، ومع التمزق لأحد الأغشية فإنها تتسبب في حدوث نزيف، وهذا النزيف يكون سببا في حدوث الجلطة الدموية التي تدخل بسهولة إلى الدماغ وتتسبب في تكون الجلطات المميتة. دراسة كندية. لقد أكدت بعض من الدراسات الكندية على حدوث السكتة الدماغية مع قطع أحد الشرايين في الرقبة. أعراض حصول الجلطة: الشعور بحدوث ضبابة على العين مع الشعور بالدوار وفقدان كبير في الوزن. الشعور بألم شديد في الرأس فجأة. الصعوبة في نطق الكلمات البسيطة المعتادة. الإصابة بفقدان البصر مع الشعور بالضبابية الإزدواجية. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك وشارك الفيديو ولا تجعل المعلومة تقف عندك.